سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، معالي رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، معالي السادة النواب، السادة الوزراء، والسادة قادة منظمات العمل العام المصرية والدولية، السيدات والسادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن التحالف والقطاع بأكمله، أحب أكد لحضراتكم النهاردة ولكل المصريين أن القطاع المدني قطاع حي وقطاع قوي وقطاع مصمم على القيام بكل ما يلزم لتحقيق رسالته، وإحنا ما بنشتغلش لوحدنا. القطاع المدني المصري لما بيتحرك كل يوم وذات أعضاء التحالف، إحنا بنحرك معانا عشرات الألاف من الجمعيات القاعدية المنتشرة في كل مكان على أرض مصر، وملايين من المصريين الذين يزيد دعمهم للقطاع المدني بشكل ملحوظ وكريم عام تلو الآخر، وسواعد يمكن مئات الألاف من الموظفين والمتطوعين اللي بيسخروا حياتهم لإضفاء قيمة في حياة الناس في هذا القطاع. أنا سعيد وفخور أن أنا موجود النهاردة معاكم ومع زملائي بالتحالف، وسعيد وفخور أني أكون بصحبة مجموعة جميلة وكريمة من السادة المستحقين شركائنا اللي ربنا كرمنا بخدمتهم وخدمة البلد معاهم. كل سنة وحضرتك طيب يا ريس، وكل سنة وكل حبايبنا المصريين بكل خير وصحة وسلام. سنة 22 كانت سنة فارقة في تاريخ القطاع المدني المصري. في سنة 22 حضرتك يا ريس أعلنتوا كعام للمجتمع المدني، وده يعني بكل صدق خلانا كلنا فخورين أننا شغالين في هذا القطاع. وثانياً سنة 22 كانت سنة نشأة التحالف، قرابطة نشأت على الحب والرغبة الصادقة في خدمة الإنسان. أنا فخور بفكرة التحالف، وفخور بالصداقات اللي أنا عملتها في التحالف، وفخور ان احنا ربنا قدرنا ان احنا نخدم مع بعض ونثبت اننا نقدر فعلا نشتغل مع بعض كوحده واحده، قلب واحد وعقل واحد وايد واحد لخدمه بلدنا. والسنه دي الحمد لله ربنا كرمنا بخدمه اكتر من 25 مليون مصري عبر اكتر من 3000 قريه مصريه في 27 محافظه في قضيه الامن الغذائي. واحنا نفذنا ده بخطه منضبطه علميا ومتسقه بدقه مع الاطار الاممي لأهداف التنمية المستدامة، وتحديداً للهدف الثاني وهو هدف القضاء على الجوع. والخطة بتاعتنا مبنية على ثلاث محاور. المحور الأول هو محور تأمين الغذاء، وخدمنا فيه حوالي 24 مليون مواطن بأكثر من 60 ألف طن من المواد الغذائية. المحور ده بيركز على التكامل مع أنظمة الدولة القائمة بالفعل للحماية الاجتماعية مثل أنظمة التموين، دعم الخبز والتحولات النقدية، ونسعى فيه بشكل شبه حصري إلى خدمة الأسر الغير قادرة على العمل أو الذي يصعب عليهم العمل، مثال السيدات المعيلات لعدة أطفال دون الخامسة، كبار السن والمصابين ببعض الأمراض المزمنة التي تجعل عليهم مشقة كبيرة في العمل. وما يعنينا في هذا المحور مش مجرد إشباع للأسرة، لكن إحنا بنحاول نقدم حصة غذائية متوازنة وآمنة وتستجيب لتفضيلات الطعام الفريدة لدى المصريين. غذاء يعني لو هتكلم يعني ببساطة شوية، يقدر يطمن الأم على أولادها، ويقدر يديها مساحة في عقلها أنها تفكر أحسن في صحتها وفي تعليمها وفي صحة أولادها وتعليمهم. وثانياً محور الوقاية. محور الوقاية احنا خدمنا فيه أكثر من 37 ألف طفل عبر أكثر من 10 محافظات، وبنتدخل في المحور ده عبر ثلاث نقاط رئيسية للتدخل. النقطة الأولى، إحنا بنتدخل في بداية فترة الحمل وحتى بلوغ الطفل سنتين من العمر، ودي نافذة التدخل، يعني اللي بيطلق عليها النافذة الذهبية للتدخل للقضاء على التقزم الناتج عن سوء التغذية. وبنحرص هنا أن الأم يكون عندها الغذاء والوعي الكافي لمرحلة دقيقة جداً من عمرها ومن عمر الجنين، مرحلة يمكن بيتحدد فيها بشكل كبير مسار هذا الطفل وطموحاته وخياراته في المستقبل قبل حتى ما يجي الدنيا. وبعد كده بنكمل لمرحلة الحضانات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، ووصولاً إلى التعليم الرسمي الابتدائي والإعدادي بوجبة غذائية ساخنة يومياً معدة خصيصاً لكل فئة عمرية. الوجبة دي بتوفر للطفل على الأقل 30% من احتياجاته الغذائية اليومية، سواء من سعرات أو من مغذيات كلية وجزئية مصممة بدقة لتحسين مستويات النشاط البدني والتحصيل الدراسي، وضمان إن شاء الله جيل صحيح بدنياً وذهنياً لبلدنا.